بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية صفحة 191، وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا يا ذا الجلال والإكرام. تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره رحمه الله: لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق به، فالله يفرح إذا تاب المؤمن من ذنبه. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقة لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. فالله يفرح فرحاً يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف، يفرح فرحاً يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتوب إلى الله دائماً وأبداً ونترك الذنوب. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرحه خفة وسرور، خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فأنفى الله عز وجل منزه عن ذلك كله، يعني عن مشابهة المخلوقين، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا رب العالمين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة الجهمية وغيرهم، سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. فهم يؤولون الفرح يقولون الرضا، ويقولون الرضا أنه يريد الثواب، كل هذا تأويل باطل. فالواجب أن نؤمن أن الله عز وجل يفرح فرحاً يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل، أي نفي ولا تأويل ولا تكييف، يفرح فرحاً يليق بجلاله تبارك وتعالى. وعلينا أن نكثر من التوبة والاستغفار
اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. فنؤمن أن الله يضحك ضحكًا يليق به، بلا تمثيل ولا تعطيل أي نفي ولا تأويل ولا تكييف، يضحك ضحكًا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك. والله تعالى يعلم كل شيء، فإن التسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة أي سبب في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. كافر قتل مسلما ثم تاب وأسلم وجاهد وقتل في سبيل الله، فيجتمع هو والأول في الجنة. سبحان الله العظيم، من تاب وأسلم تاب الله عليه، وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة جميعا. سبحان الله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، فلا يلتفت إليه. الجهمية ومن شاك لهم يؤولون الضحك، يقولون رضا أو يقولون قبول أو يقولون أن هذا الشيء نزل عنده بمنزلة ما يضحك منه، كل هذا تأويل. فنؤمن أن الله تعالى يضحك ضحكًا يليق بجلاله وعظمته، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا نفي ولا تأويل. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه. هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب على ما يليق به، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. قال المعلق: إسناده ضعيف. عجب ربك من شاب ليس له صبوة، يعني شاب مستقيم ليس عنده طيش الشباب. قال المعلق: إسناده ضعيف. قال المعلق:
ويغني عنه وعن الحديث الذي قبله ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني أنهم كانوا كفار وأسروا وسلسلوا ثم أسلموا ودخلوا الجنة. يدخلون الجنة في السلاسل يعني كانوا كفار وأسروا وسلسلوا ثم هداهم الله للإسلام وأسلموا ودخلوا الجنة. من تاب وأسلم تاب الله عليه. لقد عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني كانوا مشركين وأسروا وسلسلوا ثم هداهم الله للإسلام وأسلموا ودخلوا الجنة. وما رواه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، وهو عند مسلم رحمه الله بلفظ: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عند أهله لم يجد طعاماً لهذا الضيف، فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقام رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال: أنا، وأخذ الضيف وذهب به إلى أهله. فقالت المرأة: ليس عندي إلا عشاء أطفالي. فقال لها: نومي الأطفال ثم أحضري الطعام إذا نام الأطفال، وأطفئ السراج، وحركي فمك كأننا نأكل ونترك هذا الطعام للضيف ليأكل. فالمرأة فعلت ذلك، أحضرت الطعام وأطفأت النور وصارت تحرك فمها وهو يحرك فمه، وهما جائعان لا يأكلان حتى أكل الضيف. فالله تبارك وتعالى أخبر نبيه بهذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلان، بات على الجوع وأطعم الضيف رضي الله عنهم وأرضاهم. فنؤمن أن الله يعجب عجباً يليق به، ويضحك ضحكاً يليق به. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء على أنها ضمير للرب جل شأنه. القراءة: بل عجبت ويسخرون، وقراءة بضم التاء على أنها ضمير الرب جل وعلا. وليس عجبه سبحانه ناشئاً عن خفاء في الأسباب، فالله لا يخفى عليه شيء، أو جهل بحقائق الأمور، فالله لا يخفى عليه شيء، كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصراً على الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد
وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والقنوط مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تيأس من رحمة الله. اللهم ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قوله: وقرب خيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غيره وقرب غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، يعني أن الله يغير الشدة بالرخاء والنعمة. وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح وإلى الفساد. قوله: أزلين قنطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأزلين جمع أزل، اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. الأزل الشدة والضيق. يقال: أزل الرجل يأزل أزلا، من باب فرحة، على وزن فرحة، أي صار في ضيق وجد. من يكفر بالله يلقى الغير. قال المعلق: إسناده ضعيف، رواه الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير وفي الدعاء، والبيهقي رحمه الله في دلائل النبوة من حديث أنس رضي الله عنه الطويل في الاستسقاء، وفيه أن رجلاً أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة آخرها: فمن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال. وعلة إسنادهما مسلم بن كيسان الملائي، وهو ضعيف. فلا تقنط يا مسلم من رحمة الله، تب إلى الله وأقبل إلى الله. اللهم ارحمنا وتب علينا يا رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية: عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، يعني حسبي. متفق عليه. ففيه إثبات الرجل والقدم على ما يليق بالله، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف، على ما يليق بجلال الله وعظمته. في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات فتثبت لله على وجه اللائق بعظمته سبحانه، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف. والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحداً بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس
برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقاً آخرين كما ثبت بذلك الحديث. قال المعلق يشير إلى ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله: لا تزال جهنم يلقى فيها، وقد تقدم تخريجه وتتمة الحديث، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة. وقوله يقول تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في هذين الحديثين إثبات القول والندى والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، فكلامهم باطل، فكلام الله بحرف وصوت على ما يليق به سبحانه وتعالى. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة، تكليم محبة ورضوان وإحسان. قال المعلق في حديث إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. الله أكبر، ما ينجو إلا واحد من 1000. اللهم نجنا من النار يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين. فحينئذ تضع الحامل حملها من الفزع، ويشب الولد ويشب الوليد، الولد يصير شيبة من الفزع، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الرجل الذي يسلم من 1000؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ياجوج وماجوج 999، ومنكم واحد. ياجوج وماجوج من بني آدم، إلا أنهم أهل فساد. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره رحمهم الله. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الله عز وجل في العلو، حديث صحيح. وقوله:
والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. فالله عز وجل في العلو تبارك وتعالى. حديث حسن رواه أبو داود وغيره رحمهم الله. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. فيجب أن نؤمن بأن الله عز وجل على العرش استوى، على وارتفع، على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، بائن من خلقه. الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم الله الذي في العلو. وقد سبق أن قلنا أن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه، الله ليس داخل السماء، بل في، إما أن تكون بمعنى على، في السماء أي على السماء كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو. وعلى الوجهين فهو نص في علوه تعالى على خلقه، وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعاً أن يجعل لأهل الأرض نصيباً. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته عز وجل. أن يجعل لأهل الأرض نصيباً منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله، الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ فالتوسل لا يكون إلا بأسماء الله وصفاته، لا يجوز التوسل بفلان وفلان، التوسل بغير الله لا يجوز، إنما بأسماء الله وصفاته عز وجل. وأما قوله والعرش فوق الماء، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه، هو عال ومع ذلك يعلم كل شيء ويرى كل شيء. فسبحان من هو علي في دنوه، قريب في علوه جل جلاله. فالله تعالى في العلو وهو يرى كل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وأما الحديث الرابع فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية الأمة المملوكة التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه. وحيث خصه بالسؤال عنه
دون بقية الأوصاف، ودل أيضًا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. أهل البدع يقولون الله في كل مكان بذاته، وهذا قول باطل. الله تعالى على العرش استوى على وارتفع، ومع ذلك هو يرى كل شيء ويسمع كل شيء ومع كل شيء، وهو على عرشه جل جلاله. والعجب من هؤلاء الحمقى الجهمية من المعطلة النفاة، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله، فينفون عنه العين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا؟ فالله جل وعلا على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. يجب على المؤمن أن يؤمن أن الله معه، يسمع ويرى ويعلم ما في نفسه. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، لا يتفل أمامه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. إذا قمت تصلي فالله قبل وجهك وهو على العرش جل جلاله، فعلينا أن نخشع في صلاتنا. اللهم ارزقنا الخشوع على عظمتك يا ذا الجلال والإكرام. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم رحمه الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم وتتعبوا أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. الله عز وجل منزه عن ذلك، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. فالله تعالى على العرش وهو معنا يسمع ويرى ويعلم كل شيء جل جلاله، فعلينا أن نستحي من الله، فلا نقول إلا خيرا ولا نعمل إلا ما أذن لنا، ونتوب إلى الله من أخطائنا. قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله أكبر. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، يعني في المعصية، أو أن يفتقده حيث أمره في أماكن العبادة، فتكون عونا له
على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرًا وباطنًا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أي التفل أمامه أو عن يمينه. اللهم وفقنا لطاعتك ومراقبتك، واغفر لنا يا رب العالمين. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. اللهم ارزقنا الخشوع على عظمتك، إذا قمت تصلي الله تعالى قبل وجهك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه، فالله عز وجل على العرش استوى وهو قبل وجه المصلي على ما يليق بجلاله جل وعلا. قوله اللهم رب السماوات تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالاً لقائل، فهو أعلم الخلق جميعاً بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيًا كان. وفي الحديث أيضًا يعلمنا ربنا، يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. قوله أيها الناس اربعوا على أنفسكم لما رفعوا أصواتهم بالذكر، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده